ولذلك فهم بعض الناس فهما خاطئا من كلام الشاطبي في الاعتصام، لأنه قال رحمه الله: إن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها الفرقة الناجية، قال في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئية من الجزئيات، إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة. قال: وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. لكن ما الذي قال بعدها حتى يكتمل كلامه ومعنى كلامه؟ قال: ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا.